السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاعدة الذهبية، وأنا بأشرح الدرس اللي هو تفخيم لام لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم أو عند الابتداء بها، وأنا بأحكي في آخرها. أجاني اتصال وقطع علي الفيديو، بعدته لأني أنا مسجلة، والحين نكمل وناخذ اللي بعده. تمام، نقول بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نقول بسم الله، تفخيم لامات لفظ الجلالة. قلنا انها تفخم اللامات، ها ما بقولش كل اللفظة، ما بقولش الهاء تمام، ولا بقول الهمزة الوصل إنها فخمها، لا، فقط اللامات تفخم إذا سبقت بفتح أو ضم فقط. بتفخم اللامات، لكن الهاء فيها إيش؟ على طول الخط، الهاء في كل القرآن من الجلد للجلد رقيقة وبابتسامة. يقول بسم الله، يلا. والله هو الغني، والله، و ما تقوليش وا والله وا، لا، وا، اتكائك في الواو على شفايفك، وا طرف الشفايف، وا والله هو، اللامات تسحب الصوت الى الداخل، وا. ها انا ليش ماسكه بس الفك العلوي؟ لانه اكثر شيء شغلنا فيه، لانه القرع كله ورا، طبعا في فك سفلي. فانت حتقولي عند الله، حتعمل والله، الله، لسانك حيعمل ايه؟ حتضربي في مخرج اللام من ورا، هاي مخرج اللام الحافة عند ايش؟ من ورا، ما حتقوليش والله هنا، لا هنا، وال ورا خلف، لاني بدي افخمها، فبخليها هيك مفروض لساني، بعدين بقول وو وو والله، بعدين هو من طرف لساني، هو والله من طرف شفايفي، هو 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 الغني الغني الغني، تمام. او ليش انا قلت اعبو؟ ليش قلت او ما قلتش اعبو؟ هي هذه من عندك ثالث الفعل، الباء مضموم ضم اصلي، فانا حقول او اعبدوا الله ربي، تمام. العين هنا في الحلق هنا، فعشان اوصل للعين العين ساكنه بابتسامه وعلى وضع الساكن، اعبدوا، تمام، اعبدوا الله الله ها ربي، دائما الها ساكنه من هنا الله، تمام. احنا اكتر اشي في الها بنطلع هوا بس، ما بنتكئش على المخرج، وهي مشكلتنا في الها ما بتطلعش واضح. ربي واذكروا الله واذكروا الله ها الله. طيب الله عشان تطلع معاكي مظبوطة برضو تفخيمها صحيح، ما تتكئيش على فكك الأمامي كله، هذا فيش عليه أي اتكاء، مرخى على الآخر، التفخيم لازم ترخي فكك على الآخر عشان يطلع تفخيمك صح. الله بسحب الصوت من غير ما الله أعمل أي اتكاء هنا، اي اتكاء هنا حيخرب عليكي تفخيمك. ان الله
الخطأ هنا حتعمل ايه؟ النا بدك تفخمي الله اللامات، فبتروحي على تسحبي لي النا وصير معك النا غلط. ركزي على النا وطرف لسانك ها، واتكئي عليه اخره، اخر الفتحة اتكئي عليها اتكاءة بسيطة. ان الله يبسط يبسو من هنا وارمي سين يبسو، يعني حتتكئي على طرف لسانك، طبعا السين تحت لازم، وين الفك السفلي رايح بعيد. المهم حتتكئي لسانك هيك حيكون ها، فحتجيب السين وترميها على طول لبرا عند، طبعا حتكون الاسنان من تحت هيك ها، السين حيكون لساني بالشكل هذا تمام. يقول السو سو، وبعدين ايش حيصير عندك؟ حيكون لسانك على طول تستخدمي شو؟ تلزقيها هيك يابسو طو يابسو طو مع الضم، طبعا طو قوية شديدة. فادعوا الله مخلصين، مخلصي الصاد من ورا مخرجها هنا بس من ورا صي، مخلصي صينا له الدين. فادعوا الله طبعا هنا الواو في فادعوا سقطت لعدم انتقاء الساكنين، لأن الله اللام مشددة تمام، فبصير عندي أول لام في اللامات في لفظ الجلالة إيش؟ ساكن، وهذه ساكن تسقط الواو لأنها حرف مد. مخ عشان تطلع الخاء معاكي كويس، مخ لي لصي صي هنا، بعدين ين مخلصينا له الدين، واضح اعتقد واضح. طيب لام لفظ الجلالة المرققة، يعني طلعيها لام صحيحة عادية ما فيش فيها اي نوع من التفخيم، اذا سبقت بكسر كسرة، فبإذن الله تمام. بس حققي لي بالله الكسرة هنا، فبإذني نلله حقق الكسر، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. الكاف لابد انه يطلع معاها هوا، وكي حطي ايدك هيك حتحس في هوا طالع بس مش واضح، زي ما تقولي أك مش واضح لأنه صفة من صفاتها الأساسية. انت وكفى بالله وكيلا، بل الله سهلة مرققة أساسا، هي مرققة، بل الله فاعبد. شايفين الساكن وضع على وضع الساكن. الحمد لله، ما تشديش على لسانك، اللام ما فيش عليها شد، الله قولي الله هيك بدك لله من غير ما تشدي على لسانك، جيبي لي ساكن ومتحرك. الحمد لله رب العالمين، حققي لي بس الكسرة بالله لله ربي، حققيها. الحمد لله رب العالمين تمام. من رحمة الله، من رحمة الله، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تمام. واضح الحكي تمام.
إن شاء الله التدريبات بعدين. إلى اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.